نحن طالبات في المرحلة الثانوية ونريد حفظ كتاب الله الكريم، ولكن لكثرة مشاغلنا لا نستطيع الحفظ، وإننا لا نهدر القرآن ونحن نقرأه دائما ونختمه في الشهر مرتين أو مرة، وهذا ليس منة على الله سبحانه وتعالى، ولكن نريد أن نعرف كيف يكون موقفنا عند خالقنا يوم القيامة، هل نقرأ ما نتلوه في الدنيا أم الذي نحفظ فقط؟ جزاكم الله خيرا. المهم أن الإنسان يحرص على تلاوة القرآن والإكثار من ذلك مع التدبر ومحاولة فهم القرآن الكريم بالوسائل التي تعين على الفهم من مطالعة التفسير وسؤال أهل العلم. الإكثار من التلاوة فيه أجر عظيم وفائدة كبيرة للمسلم، سواء كان يقرأه حفظا عن ظهر قلب أو كان يقرأه من المصحف، لكن إن تيسر أن يحفظ القرآن فهو أحسن، وإن لم يتيسر فإنه يقرأ من المصحف، والأجر في هذا مع النية الصالحة حاصل إن شاء الله في كلا الحالتين. وأما أمور الآخرة الله أعلم بها، وجاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذا يدل على أن أجره ومكانته في الجنة تكون على قدر حفظه للقرآن والعمل به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.